إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وتعاونوا، هذه اللفظة القرآنية وردت في الآية الثانية من سورة المائدة، حيث يقول ربنا جل جلاله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قيمة التعاون هي قيمة شرعية تربوية حضارية يحتاج إليها الإنسان لإعمار الدنيا، يحتاج إليها الإنسان في ظروف الرخاء، ويحتاج إليها أكثر في ظروف المحنة، في ظروف الأزمة، في ظروف الشدة. فحينما تجتمع القلوب على فعل الخير، وحينما تجتمع العقول على فعل الخير، تجتمع الأيدي على فعل الخير، فيتغير حال الناس إلى أحسن حال. وإذا بذلوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ربنا سيغير حالهم إلى أحسن حال. فإذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع، حقق الله لنا ما لا نستطيع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والتغيير الحقيقي العميق هو الذي ينطلق من النفس البشرية. فالنفس هي محضن القيم، فإذا تمثلنا قيمة التعاون في حياتنا سوف يتغير وضعنا إلى أحسن حال. وردت كلمة التعاون في القرآن كثيرا، منها الآية الثانية من سورة المائدة. والآية الأولى بدأت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالآية تستغرق جميع العقود، ما كان رسميا موثقا وما كان عرفيا على مستوى الناس. فقد أمرنا بالوفاء بجميع العقود والالتزامات التي تترتب على مختلف الانتماءات. فبحكم انتمائنا إلى الأسرة تترتب التزامات وعقود، وبحكم انتمائنا إلى الحي تترتب التزامات وعقود، وبحكم انتمائنا إلى القرية تترتب التزامات وعقود،
وبحكم انتمائنا إلى المدينة إلى العرش إلى القبيلة إلى جميع الانتماءات ترتب عقودا والتزامات. وقد أمرنا الله عز وجل في الآية الأولى من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم تأتي الآية الثانية: وتعاونوا على البر والتقوى. كما وردت كلمة التعاون في القرآن كثيرا، منها ما ورد في سورة الكهف في الآية 95، حيث يقول ربنا جل جلاله: فأعينوني بقوة، فأعينوني بقوة. كما وردت أيضا هذه الكلمة في عديد الأحاديث النبوية الشريفة، منها الحديث الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وورد حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي خرجه الإمام البخاري في صحيحه، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. كما ورد في حديث آخر متفق عليه، خرجه الإمامان البخاري ومسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أستغفر الله لي ولكم، وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وكلمة البر كلمة جامعة لكل خير، وفي هذه الأزمة التي نعيشها، هذه المحنة التي دمرت وخربت وحولت إخضرار الجبال إلى لون أسود قاتم، نحن أمة الأمل لا ندع اليأس يتغلغل إلى قلوبنا. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. نترجم معنى البر في هذه الظروف الصعبة بأوجه عديدة، منها عمار بعد دمار، نتعاون على تحقيق الإعمار بعد الدمار. من البر أيضا أن نمسح دموع الباكين، من البر أن نواسي قلوب المحزونين، من البر أن نحول هذا الرماد، هذا السواد الذي تلبسه جبالنا الشامخات الشاهقات، من البر أن نتعاون على التشجير. ثم يلبس الجبل وتلبس جبالنا ذلك اللباس الجميل، ذلك اللباس الأخضر. نتعاون على بناء ما دمر، نتعاون على تغيير هذا الحال إلى أحسن حال. وإذا اجتهدنا في تحقيق ما نقدر عليه، فالله لا يكلف نفساً أكثر مما تطيق، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وكل واحد منا
من موقعه وحسب قدرته رجالا نساء صغارا كبارا نجتهد في تحقيق معاني البر والتقوى والتقوى صمام أمان. وبعد ذلك أيضا نعمل على تطبيق الشق الثاني من الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم ويسر حسابهم ويمن كتابهم وثقل ميزانهم بالحسنات. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم زدنا إيمانا وتقوى ويقينا. اللهم زدنا ألفة وأخوة ومحبة وسعادة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن الله وأشهد أن محمد رسول الله. استووا استقيموا ارحمكم الله. استووا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاءوا أباهم عشاء يبكون
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم.